انت جوات اللعبه سما وراح تضلي جواتها لانا قررت تطلعي براتها. هذا النجاح الحمد لله نتيجه تعب كثير ومجهود كبير للكل، ما في ايد لحالها بتسفق. بعد لعبه حب فريده وعبدو سوريا لدعم اطفال في التمثيل. نجوم اللي اجوا هن اللي بحبون الاطفال كثير. انا برايي كثير خطوه منيحه. نحن واجبنا، نحن جايين لحتى ندعمهم. دالي I love you. هذا النجاح الحمد لله يعني نتيجة تعب كتير ومجهود كبير للكل، ما في إيد لحالة بتسفق. أنا دائما بقول إنه العمل الفني هو عمل جماعي نتاج لمجهود كتير أشخاص، فأنا اللي بدي أقول مبروك للكل. لعبة حب محطة مهمة كتير بحياتي. فشكراً مرتجى، قدمت دور مختلف في مسيرتها كممثلة من خلال شخصية فريدة في مسلسل لعبة حب. حدا ما بيعاني من وجع بالرقبة، لأنه كلياتنا منعاني من آلام الرقبة بسبب القعدة على الموبايل واللزيمة. والجمهور كان بيتفاعل بشكل كبير معاها على السوشيال ميديا، خصوصا أنها أضافت تاتش مختلف على أحداث المسلسل. أولا لا ولقائنا بيها كان خلال تواجدها في معهد دراما رود لحضور عرض تمثيلي للأطفال. ابن أخي الأستاذ المشرف على الصبايا والشباب الأستاذ يزن عصام مرتجى، فأنا كتير مبسوطة أنه أنا موجودة بشي عم يعملوا يزن، هذا أقل واجب، غير هيك هو يستحق وألا ما بكون. كتير انبسطت أني جيت شفتهم، كتير زراف وكتير عفويين أطفال، يعني ما حاجي أنا ضيف شي جديد. حلو بتجي بتتعلمي منهم، بتشوفيهم كيف بيشوفوا الكبار، كيف يشوفوكي، كيف يشوفوا الفن. طلع هيك أنه يمكن هن فهمانين اللعبة أكتر مني. وتواجد اليوم ده كمان حسن خليل اللي لعب دور عبده في لعبة حب، إلى جانب عدد من الممثلين زي فادي حواشي ورامي أحمر. أنا برأيي كتير خطوة منيحة لحتى نحن نأسس جيل صغير يعني يفهم الفن عأصوله، يعني يعرف كيف يمارسه، خصوصا أنه نحن بكل سنة عم يطلع عنا بالمسلسلات أو بالأفلام شخصيات صغيرة عم بيكونوا رئيسيين يعني بالمسلسل أو بالفيلم، فكتير منيح أنه يكونوا محضرين أكاديميا. يعني عرض لطيف، وهن كأطفال يعني نحن واجبنا، نحن جايين لحتى ندعمهم، فأنت بتدعم الطفل بتحسسه بأنه هو عم يعمل شيء على خشبة المسرح خلينا نسميها، أنه نحن معك، ويتوتر الطفل. فنحن أكيد نحن اليوم جايين لحتى ندعمهم، لحتى نقدم لهم هيك كلمتين حلوين. فتواجد الممثلين دول كان حلم وتحقق بالنسبة للأطفال. نجوم اللي اجوا هن اللي بحبون الأطفال كتير، وهن اللي طلبون. يعني أنا رحت عند كل ولد قلت له مين حابب أنه يجي يتفرج عليك، قال لي فأنا عزمت، وكتير كانوا مبسوطين، والولاد كتير بيتحمسوا لما يشوفوا الممثل القدوة تبعهم عم يمدحهم أو مبسوط فيهم، كتير بينبسطوا لما يتصوروا معهم، وهيك بحسوا حالهم أنه هن خلص ضمن الوسط تقريبا. ومع أن زياد بيروتي وجاد شمسو أوريدي قطعوا شوط كبير في التمثيل في مسلسل ولاد بديعة وأغمض عينيك، إلى أنهم بيطوروا نفسهم في المجال ده. جو كتير حلو، وانبسطت اني كنت مع رفقاتي، واكتر شيء انبسطت انه اجوا ممثلين كبار حضرونا. قبل كان صعب، اما هلا يعني صار سهل علي الصراحه، وجابالي عيد العرض المشهد انا الصراحه حبيته كتير كتير.